اول حاجه نشوفها التستس. طيب طلع منها ده اسمه ايه؟ سبرماتيك. سبرماتيك كورد. كورد دخل ايه جواه فهد هنا؟ انجواينال. انجواينال كنال. في البلفس لو جبنا حاجه من البلفس وشاورنا كده اسمها ايه؟ يورينري بلادر. شايفينها؟ ايوه. يبقى التستس سبرماتيك كورد. ايوه. انجواينال كنال. يورينري بلادر. بيجي بعد كده على البينس. البينس. هو ايه اهم حاجه اللي هو اللي احنا اهمنا في الريبرودكتيف سيستم عندكم؟ ايوه البينس ده مكون قلنا ايه من روت بودي وجلانز. روت الروت ايه هذا الروت؟ ايوه لو انت حطيت كده هتلاقي ماسك في العظم. ايوه مش مثبته الروت ده اللي ماسك ايه؟ جدر يعني. أيوة. جدر البينس. ايوه والبودي والجلانز. حلو كلام؟ حلو. البودي قلنا الروت مكون من ايه؟ من اثنين كروره. كروره اكسير وحولها مصل اسمها ايه؟ اكس ما ادري ايش اسمه. المصل الاس كيو. اس كيو كافيرنس مصل. اس كيو كافيرنس. ايوه. ومش تحت البينيال يوريثرا. ايوه. احنا قلنا اليوريثرا قسمناها ثلاث حاجات. جزء جوه البروستيت بنسميه بروستاتيك يوريثرا. ايوه. الجزء من البروستيت ضغط البيوبيك ارش بنسميه ميمبرينس يوريثرا. بعد بعد البيوبيك ارش لبره كل اسمه بينيال يوريثرا. بينيال 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 يوريثرا جاي من بينس بينيال يوريثرا قبلها هنا ميمبرينس. ميمبرينس اللي هو الجزء البتيري بروستاتيك وبين البيبيك ارش اللي هو الجزء اللي هو 16 2 سم. ماشي على ماشي على البرينيه. انت عارف وانت بتعمل اكتريشن جيت في البرينيه دايس بايدك كده هتلاقي البول واقف. ايوه عشان البرينيس لسه ايه ماشي تمنتح. ايوه بعد كده دخل بعد البيبيك ارش عامل لنا الايه؟ البينيال البينيال بينيال يوريثرا. خلاص؟ يبقى الروت ما كانش هقول لك هنا كده ما تقولوش بينس. روت ايه؟ روت اوف ذا بينس. بقول لك اتس كونتنت ايه؟ هتقول تو كروره والايه وال اسكيو اسكيو كافيرنس مصل والبينيال يوريثرا. بينيال يوريثرا. خلاص؟ بعد كده نيجي البودي. البودي مكون من ايه؟ من تو البودي مكون من ايه؟ كوربس. كوربس كبرنوزا كوربس كوربس كبرنوزا والكوربس سبونجوزا. الكوربس كبرنوزا اللي هم اللي فوق. كوربس سبونجوزا من اللي هو تحت. وماشي في النص وماشي في الكوربس كبرنوزا ماشي ايه؟ اليوريثرا. ماشي اللي هو بنسميه برضه البينيال يوريثرا. يبقى انا مش هقول لك هنا بينهم ولا في ماشي في الكوبس كبر من كر اسبونج اسبونج ولا سبونجوز. يبقى احنا عندنا ايه تو كوربس كافيرنوزا وكوربس سبونجوزا ومشي جواها ايه اليوريثرا. قلنا فاز كوربس كافيرنوزا كوربس سبونجوزا وظيفته عشان ساعه الاجاكيوليشن اليوريثرا يلاقي مكان يتمدد فيه. يعني هو الكوربس كافيرنوزا تبقى هارد. ايوه فاليوريثرا لو مفيش مكان يتمدد فيه اللي تحت دكتور اللي هو اللي تحت ايه. لو مفيش مكان يتمدد فيه اليوريثرا ايه هيقفل هيتقفل صح؟ لا لو ساعه الدايركشن بالذات الكورس كفرنزو مش شغال ساعه الدايركشن خلاص؟ اوكي هيروح مسدود فلازم يبقى في نسيج ايه الاستيك يسع ليه يخلي اليوريثرا يبقى مفتوح اللي هو اللي بنسميه الكوربس سبونجوزو. قلنا الكربوره الكوربس كافيرنوزا الاثنين بيخلصوا فين على الجلانز وبينس. الجلانز وبينس محمول كله من ايه؟ كوربس سبونجوزا. خلاص؟ يبقى الجزء اللي موجود في الجلانز هو كوربس سبونجوزا موجود مع اليوريثرا ودي الكونتنت بتاعت الايه؟ الجلانز. يبقى اهم حاجه ما نيجي نشاور على البينس ما حدش يقول البينس ويسكت. لازم نحدد نوع الحته اللي احنا من البينس لان على حسابها هتحدد الكونتنت. طيب يعني دكتور صح؟ صح يعني هنا مثلا نقول بادي صح؟ ده بادي وهنا جلانز. جلانز وهنا رود. رود كل واحده كنت كل واحده لها كونتنت مختلف. كونتنت في جلانز. جلانز بس كوربس جوزا بس واليوريثرا. هنا كوربس كافيرنوزا وكوربس سبونجوزا وايه؟ واليوريثرا. هنا اثنين كرورا وحولهم الاسك كافيرنس ماسلز والايه؟ واليوريثرا. خلاص خلاص؟ خلاص. في أسئلة ثانية؟ لا شكرا.